تقول: زوجي يعمل في شركة في المملكة، وصاحب هذه الشركة يقيم مخيمات الحج كل عام، وأنا وزوجي نحج على نفقة صاحب العمل رغم أن حالتنا المادية ميسرة، هل يجوز هذا الحج أم لابد أن يكون الحج على نفقتنا؟ أرجو الإفادة. إذا أذن صاحب الشركة بذلك فإنه جائز. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ.